والمفتاح الخامس من مفاتيح الحب نبض اللمسات. ثمة تفصيلات صغيرة هي عند كل إنسان تعني أشياء مهمة، بل مهمة جدا. عند المرأة خطفة القبلة الهادئة، ولمسة اليد الحانية، ولحظ العيون الساحرة، وشكل الهدية الجميلة. وعند الرجل السؤال العذب، واللباس الأنيق، ومفاجأة الاستقبال. إنها لمسات وحركات وإيماءات، ولكنها الذهول كله، تحول برعم اللقاء إلى زهرة توليب، وقبلة العناق بمذات التوت البري، وسكون الحياء إلى غزال راكض. عند عود اللمسات بدفء وحب يولد حب جديد وجاذبية مستمرة. وحينها تتحقق معادلة كورنايل: يصعب أن نكره من أحببناه كثيرا. إلا أن الحب معها لا يعني الحالة الملائكية ولا دوام النرجسية، بل هي سبيل لإبقاء الماء راكدا عذبا رغم ما قد يرمى فيه.